حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال النائب ماجد شنقالي إن تعويضات الموظفين تبلغ ما يقارب 63 تريليون من أصل 212 تريليون مخصصة كنفقات للرواتب، والتي باتت تشكل نحو 30% من مجمل الموازنة، وهو رقم كبير جدا. وأضاف النائب شنقالي أن النسبة الأكبر من قيمة الرواتب تذهب لمنتسبي الوزارات والأجهزة الأمنية، بحيث وصلت إلى 48% من مجموع الرواتب بعد رواتب موظفي كردستان العراق، مشيرا إلى أن عسكرة المجتمع أصبحت الأمر السائد بعد 2003. والمشكلة الأكبر أن الكثيرين من النواب والسياسيين ما زالوا يطالبون الحكومة بفتح التعيين وعدم تقنينه وتحديده لغاية انتخابية. ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 90% على المبيعات النقدية، لتصل إلى أكثر من 251 مليون دولار. وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، باع 276 مليون و 887 ألفا و116 دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسوية الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير بشكل نقدي. أكد النائب محمد قتيبة السبت أن ديالا فقدت أكثر من 70% من ميزانيتها في عام 2024، على الرغم من أنها في مقدمة المحافظات الأكثر تضرراً بسبب العمليات العسكرية. وأضاف قتيبة أن جداول موازنة عام 2024 تشير إلى أن ميزانيتها هي 78 مليار دينار فقط، وهي أقل مما خصص لها في عام 2023 بنسبة تصل إلى 70%، مؤكدا أن ما حصل يثير الكثير من علامات الاستفهام، وستكون تبعاته مؤلمة على واقع محافظة تحاط بالتهديدات من كل الجهات على حد تعبيره. أودعت وزارة المالية في كردستان العراق أكثر من 85 مليار دينار في حساب البنك المركزي العراقي من الإيرادات الداخلية لكردستان لشهر شباط الماضي. ذكرت وزارة مالية أربيل أنها أودعت أكثر من 85 مليار دينار نقداً في الحساب المصرفي لحكومة بغداد بفرع أربيل للبنك المركزي العراقي. أشارت إلى أن الإيداعات بلغت 50% من إيرادات الضرائب والجمارك في كردستان العراق لشهر شباط، مبينة أن ذلك جاء بحسب تقارير الموازنة العمومية المعدلة شهرياً. أعلنت الجمارك الإيرانية وقف عملية التصدير والترانزيت إلى كردستان العراق حتى إشعار آخر بسبب رسوم إضافية فرضتها سلطات أربيل على الشاحنات. وكانت سلطات كردستان العراق قد أعلنت عن فرض رسوم جديدة ب 15,000 دينار للشاحنات التي تحمل بضائع متجهة إلى محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، واحتجاجا على ذلك لم تدخل كردستان العراق أي شاحنة من إيران، وهي متوقفة في المناطق الجمركية بانتظار مباحثات بين مسؤولي الجانب العراقي وأصحاب البضائع العراقيين ونقابة سائقي الشاحنات. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.